معي من بيروت رالف الحاج المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمنطقة شرق الأوسط. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رالف. عملكم مرهون بشكل كبير بوتيرة القصف اليومي، ما الذي حدث معكم أمس وكيف كان اليوم؟ مساء الخير. أهلا دخلت وسهلا. شاحنات إلى مدينة دوما، وطبعا تم توزيع عدد كبير من المواد الغذائية والطبية والمستلزمات الأساسية اللازمة، ولكن كما ذكرتم في التقرير لم نستطع يعني توزيع كل المواد الإغاثية التي كانت محملة على الشاحنات وفي القوافل، وهذا بسبب طبعا يعني تدهور الوضع الأمني حول المنطقة، مما سبب إلى يعني تأخر عملية تنزيل المواد من الشاحنات، وبالتالي يعني حوالي 10 شاحنات عادت إلى مدينة دمشق وهي ممتلئة بالمساعدات الإغاثية التي لم نستطع يعني توزيعها في دوما بالأمس. طيب ما وزع بدوما، ما الذي وزعتموه؟ يعني يكفي لأي عدد؟ وماذا تنوون أو ما الذي وعدتم به فيما يتعلق بإعادة الشاحنات العشر هذه بمساعداتها؟ تم توزيع يعني عدد كبير من الأدوية إلى الناس كأمراض، يعني إلى الناس المرضى في أمراض مستعصية كمرض فشل الكلى وأيضا السكري وارتفاع ضغط الدم وأيضا المواد الغذائية وأيضا الطحين، ولكن هناك العديد من المواد التي لم كما ذكرت لم يتم توزيعها على الناس. لا يوجد أي يعني ضمانات لكي نستطيع الدخول مرة أخرى إلى الآن، ولكن نحن نعمل جاهدين مع كل الأطراف لكي نستطيع العودة إلى دوما ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية لإيصال المساعدات إلى الناس الذين هم بحاجة إليها. يعني بالأمس كان ما يفترض أن يعني العدد المستفيد من التوزيعات كان يجب أن يكون حوالي 27,500 شخص في دوما، ولكن بسبب عدم تفريغ كل الشاحنات هذا الرقم طبعا قد أصبح أقل، ولكن يعني نعلم بأن هناك الألاف والألاف والألاف من المدنيين الذين هم بحاجة إلى مساعدات أكثر وأكثر. لذلك هي هذه القافلة يعني لم تكن الحل الوحيد، هذه كان يجدر بها أن تكون يعني خطوة إيجابية، وهي خطوة إيجابية ونتمنى أن تتكرر في الأيام القريبة المقبلة لكي نستطيع إيصال المزيد من الشاحنات والمساعدات الإغاثية إلى الناس الذين هم يعني عايشين بوضع غير مقبول جدا، غير يعني يموتون من عدم توفر الدواء، يموتون من عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة. نعم هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. تقريبا كم أسعفت مساعدات أمس؟ ما تمكنتم من إفراغه من الشاحنات؟ نعم، القوافل يعني القافلة كانت تتضمن 46 شاحنة، وكما ذكرت فقط 36 شاحنة قد استطاعت تفريغ، يعني في 10 شاحنات لم تستطع تفريغ المساعدات، وبالتالي 36 شاحنة استطاعت تفريغ المساعدات. يعني عدد منيح لأنه كلها كانت مفروض ل 27,000 كافية. نعم نعم نعم، ولكن حتى لو استطعنا تفريغ كل الشاحنات إلى يعني التي ليس كافيا ليس كافيا بالطبع، يجب السماح لنا ويعني تأمين الوضع الأمني اللازم لكي نستطيع العمل بشكل آمن ومتكرر. نعم. داخل دوما ومناطق أخرى من الغوطة الشرقية. نحن معكم دائما للوقوف على آخر جهودكم، شكرا جزيلا لك من بيروت رالف الحاج المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط.